السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حمدي الحارس من قناة انجليش اونلاين. طلاب الثانوية العامة اهلا بكم. قبل ما نبدأ الفيديو ده، اللي مشتركش لسه في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس، وياريت تعملوا لايك للفيديو عشان القناة ترتفع بينا وبيكم مع بعض ان شاء الله. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن زمن المضارع التام present perfect، واخدنا فيه طبعا التكوين والكلمات الدالة والاستفهام بنوعيه، سؤال بهل وسؤال بكلمة استفهام والنفي، واخدنا الكلمات الدالة طبعا واخدنا عليها امثلة كتير، ويعني يسرناها او شرحناها او بسطناها بشكل كبير جدا. النهاردة في بعض النقاط اللي انا ما قلتهاش في الحلقة اللي فاتت هنوضحها النهاردة عشان خاطر يبقى احنا كده قفلنا على قاعدة المضارع التام، وإن شاء الله تكون بسيطة. ركزوا كده معايا. طبعا احنا النهاردة هنكمل المضارع التام. انا عندي طبعا القواعد دي احنا خدناها في الوحدة الاولى، وقلنا ان هي بيجي معها ماضي تام وماضي بسيط، وطبعا اتكلمنا عنهم باستفاضة. النهاردة بقى القواعد دي اللي هي الروابط الزمنية before وafter وwhen وas وas وby the time، بيجي برضو بتستخدم في الأزمنة المضارعة. يعني أنا عندي القواعد دي ممكن يجي بعد منهم، يا إما مضارع تام، وإحنا قلنا طبعا المضارع التام بيتكون من have أو has زائد طبعا التصريف الثالث، أو ممكن يجي بعد منها مضارع بسيط. خلي بالك من دي، المضارع البسيط طبعا اللي هو بيبقى عبارة عن infinitive او انفينيتيف زائد اس او اي اس، طبعا ده مع المفرد وده كده مع الايه مع الجمع، وده كده مع الايه الجمع. طبعا الجمع بياخد انفينيتيف والمفرد بياخد انفينيتيف اس اي اس. الجمله الثانيه بتبقى عباره عن ويل بلس انفينيتيف او بريزنت سيمبل، يعني ممكن الجملتين يكونوا بريزنت سيمبل، اه ممكن يكونوا الاثنين بريزنت سيمبل، او اسلوب الامر اللي هو الامبراتيف اللي هو المقصود بيه الانفينيتيف او سوري الانفينيتيف، او اللي هو مصدر الفعل او اللي هو مصدر الايه الفعل، بمعنى افعل كذا، بمعنى افعل ايه كذا. في حته كمان انا عايز اضيفها على فكره، ممكن يبقى فيه قبل منهم بي جوينج تو بلس انفينيتيف، خلاص. بس طبعا دي لما يكون في دليل، يعني لما يكون في الجمله في دليل بنستخدم جوينج ايه جوينج تو. فخلينا نركز على الثلاثه دولت اللي ممكن يجوا دي، برضو يعني ايه لو جت تبقى انت ايه خدت برضو فكره ايه فكره عنها. معايا دلوقتي مجموعه من الامثله اللي هطبقهم على القاعده، يعني انا عايزك تعرف القاعده كويس جدا، لان القاعده هي اللي هتحل لك الايه الامثله. هنا بيقول لي after I see my exam results، خلاص بعد ما اشوف نتيجة الايه النتيجة بتاعت الامتحانات بتاعتي the exam result my exam result I نقط تو مطروح، I نقط تو مطروح. اول ما اشوف، عايز اقول كده، اول ما اشوف نتيجة الامتحان هنا هيقول ايه I travel will travel had traveled ولا travels. يلا بينا الاول نتعلم استبعاد الخطأ. انا عندي I، هل بياخد S؟ ما بياخدش S. طب الجملة الأولى مضارع، هل المضارع بيجي معاه ماضي؟ ما بيجيش معاه ماضي، وطالما ما بيجيش معاه ماضي تام ما بيجيش معاه ماضي بسيط، يبقى الإجابة بتاعتي هي ويل إيه؟ ويل ترافل. خلي بالك من الحتة دي، حتة الاستبعاد دي هتفيدك جدا كطالب ثانوية عامة، بالذات إنك هتمتحن على التابلت. يعني هتمتحن على التابلت ممكن تستبعد مثلا جملة أو جملتين خطأ، تبقى ارتحت كده في الإيه في الاختياري. طيب الجملة الثانية بتقول when she not her new project تمام؟ go and work for her. go طبعا يعني روح او اذهب، and work for her اشتغل عندها او اشتغل معاها، تمام؟ ده كده اسلوب امر، ده كده اسلوب ايه؟ اسلوب امر اللي هو ده. يبقى انا عايز يا اما present simple present perfect او present simple. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ she started طبعا ده مصدر، يبقى انا عايز طبعا present عموما، يبقى الماضي كله ايه؟ الباست كله غلط، الباست كله ايه؟ غلط، يبقى ادي باست سيمبل وباست بيرفكت الاثنين دول غلط. فاضل لي هنا has started و will start، انا قلت بعد دول بيجي will، طبعا ما بيجيش، يبقى انا عايز هنا مضارع تام، لان طبعا المستقبل بيجي في الجمله الايه؟ في الجمله الثانيه. على فكره دول لو جم في النص before after when as soon as by the time، لو جم في نص الجمله الجمله دي هي اللي بتيجي قبل منهم، يعني بدل ما اكتبها وتاخد مننا وقت وكلام من ده بنشقلب الايه الجمل، الجمله الثانيه بتيجي في الاول، خلاص. طيب هنا بيقول لي before she not to Canada، كندا طبعا في هنا حرف الايه ناقص تمام، before she not to Canada سوري انا حاطط هنا نظام ايه نظام فراغين، خلي دي goes
Before she goes to Canada, she not the passport. Got طبعا goes مضارع. المضارع طبعا مش ممكن يجي معاه ماضي. في حالات بيجي فيها ماضي مع سنس تمام، بس هي مش طبعا مش سنس، دي كده تبقى غلط تمام. وطبعا ماضي كمان يبقى الماضي التام غلط، يبقى الماضي البسيط والماضي التام غلط. فاضل لي هنا will get و have got. طيب before الجملة التانية بيبقى فيها مضارع تام؟ لا، بيبقى فيها مضارع بسيط او مستقبل. اللي موجود هنا منهم هو المستقبل، يبقى المضارع التام ده ايه؟ غلط هو كمان. طيب as soon as we meet our teachers، اول ما بيقول ايه، بمجرد ان احنا بنشوف المدرسين او المعلمين بتوعنا، we not them. طبعا meet دي تعتبر مصدر، اللي هي دي infinitive. الجملة التانية هتبقى حاجة من دول، well present simple imperative. ها greeted ماضي، تبقى greeted غلط. had greeted برضو ماضي، دي غلط. طيب انا قلت as soon as، الجملة التانية فيها بتبقى مضارع تام؟ لا، ما بتبقاش مضارع تام، يبقى الإجابة جت لوحدها اللي هو المضارع البسيط. يعني بمجرد ان احنا بنشوفه المعلمين بتوعنا بنروح ايه نسلموا عليهم بايه، بحرارة. after completing the league، بعد انتهاء الدوري اللي هينتهي طبعا الليله دي، احنا بنصور ليله الحد بالليل، المفترض ان الزمالكاويه كلهم دلوقتي، انا زملكاوي على فكره تمام، الزمالكاويه كلهم دلوقتي بيشجعوا الاهلي عشان خاطر ياخدوا المركز الايه، المركز الثاني. انا والله يعني انا على فكره فري، يعني روحي رياضيه. شريف اخويا بيصورني دلوقتي وبيضحك، هو طبعا زملكاوي زيي. after completing the league، بعد نهايه الدوري، اي نقط تو اسماعيليه، انا من الاسماعيليه بقى فهروح الاسماعيليه. طيب هنا after جاي بعد منها ايه؟ ING. الجملة دي تريكي شوي، يعني تريكي تمام؟ ها traveled ولا will travel ولا have traveled ولا will be traveled. الجملة التانية مع after لما كان بيجي بعد منها ING في الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت الوحدة الأولى، ها أنا قلت يجي بعد منها الجملة دي تبقى ING، الجملة التانية تبقى ماضي بسيط. في هنا ماضي بسيط؟ في ماضي بسيط اهوت، ماشي ادي واحد، يبقى دي كده ممكن تمشي خلاص. وقلت برضو ان ممكن على فكره اخلي بعد دي اي ان جي والجمله الثانيه تبقى ايه، تبقى ويل well. تبقى ويل well. يبقى انا عندي دي كمان ايه، تمشي. هي مش غلطه على فكره، انا قصدها، انا قصد ان انا احطها عشان افكركم بدي تمام. يبقى دي لو انا هتكلم في الماضي هاخد دي، لو انا هتكلم في المضارع والمستقبل هاخد دي. طبعا ويل بي ترافلد دي طبعا غلط، لان ده باسف، وطبعا الفاعل هنا طبعا موجود، فين راحت الفاعل اي. وطبعا هاف ترافلد برضو دي كمان ايه، ده بالنسبه لدي كمان غلط. لاحظ معايا القاعده الثانيه اللي هي طبعا هنا كلمه تيل اند انتل معناهم حتى. طبعا تيل وانتل ممكن يجي قبل منهم مستقبل بسيط مثبت او مستقبل بسيط منفي، يعني ويل بلس انفينيتيف او وونت بلس انفينيتيف خلاص. الجمله الثانيه بتبقى يا اما بريزنت بيرفكت يا اما بريزنت سيمبل. طبعا perfect have او has plus past participle present simple infinitive or infinitive plus ses طبعا مع الايه، مع المفرد تمام. طبعا القاعده برضو احنا هنطبق على الامثله. يلا بينا كده مع السؤال الاول. هنا بيقول لي she not home till her father comes back خلاص. she a she will stay didn't stay is staying hasn't stayed. ها نطبق القاعده كده. انا عندي هنا في كلمه ايه، كلمه tell. انا قلت tell بيجي قبل منها will او won't. ها طبعا didn't طبعا ده مضارع، طبعا ده ايه، مضارع، يبقى الماضي كله غلط، الماضي كله ايه، غلط. طيب tell وuntil لما بيجي بعد منهم مضارع بسيط او مضارع تام، الجمله اللي قبل منهم بتبقى يا اما will يا اما won't، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه، هتبقى كلمه will، هتبقى كلمه ايه، will. خلي بالكم من الحته دي. الجمله الثانيه بتقول they won't help him، هم مش هيساعدوه خلاص، until he not he is poor خلاص. هنا until he proved طبعا want دي مستقبل، فالمستقبل هل هيجي مع ماضي؟ لا طبعا غلط. طيب يبقى كل الماضي غلط، تبقى كمان had دي غلط. طيب انا عندي till و until، هل بيجي بعد منها مستقبل will prove؟ لا، مضارع بسيط ومضارع تام، يا يعني اما مضارع تام او مضارع ايه بسيط، يبقى دي كمان غلط. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتي هي المضارع البسيط اللي هي proves، والجمله هي هم مش هيساعدوه حتى هو يثبت انه فقير، حتى يثبت ان هو ايه، فقير. طيب طبعا المفترض ان دي شيء ما يعني مش كويسه يعني. هبه نقط كايرو till she has got her PhD
درجه الايه، درجه الدكتوراه يعني. تمام، ها هنا هنقوله ايه، left ولا didn't leave ولا won't leave ولا hadn't leave؟ طبعا has got ديت، ها has got دي ايه، مضارع تام ولا مضارع بسيط؟ على فكره هي تمشي الاثنين، مضارع تام ومضارع بسيط. تمام، يبقى هنا هنقوله ايه، طبعا ده مضارع، مضارع يبقى الماضي طبعا في الماضي التام ده غلط، والماضي البسيط المنفي غلط، وطالما الماضي عموما غلط يبقى الماضي البسيط المثبت غلط. يبقى الاجابه الصحيحه معايا هي كلمه ايه، كلمه won't leave اللي هي لن ايه، لن تغادر. يبقى هيبقى لن تغادر القاهره حتى تحصل على درجه الايه، الدكتوراه بتاعتها. ده بالنسبه للقواعد اللي بالنوعيه ديت. ركز بقى معايا في النقطتين اللي جايين دول. انا عندي الصيغه دي لما يقول لي طبعا يا اما this إما ذات، يا إما ذس يا إما ذات. إز ذا فيرست سكند ثيرد فورث، كل الأعداد الإيه الترتيبية. تمام، تايم دول بيجي بعد منهم مضارع تام، مضارع تام يعني هاف أو هاز تصريف تالت. لما نقوله هذه المرة الأولى لي، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، دي طبعا من الإكسبريشنز اللي بيجي بعد منها طبعا زمن المضارع التام. خلاص، هي مش محتاج الكلام، لما تلاقي الاكسبريشن ده بتاخد مضارع تام على طول. على سبيل المثال لما يقول لي this is my first time I know at Columbia، ها يبقى هنا هنقوله ايه، have visited ولا visits ولا visited ولا had visited. ها طبعا انا عايز تام، يبقى طبعا دول الاثنين غلط، بسيط وبسيط طبعا ماضي ومضارع، فاضل لي ماضي تام ومضارع تام. انا قلت الصيغه دي بيجي بعد منها ايه، مضارع تام، يبقى الاجابه بتاعتي هي have visited. have ايه، visited. الجزء ده مهم جدا، بيقول لي that's the first time that we know at سير مجد يعقوب. ها نفس الكلام، that's the first time، اهي اول مره، عايز اقول اول مره نقابل فيها دكتور مجد يعقوب، تبقى met ولا have been met ولا have met ولا had met. مضارع تام، ايوه مضارع تام اللي هو have تصريف ثالث، تبقى have met، تبقى have ايه، met. طيب انا عندي طبعا كلمه جاست دي احنا واخدينها طبعا في الحلقه اللي فاتت انها بتيجي بين هاف وهاز والتصريف الثالث، ودي طبعا دل على المضارع التام، يبقى جاست دي مضارع تام اللي هي هاف، هاف او هاز تصريف ثالث. خلاص، طيب جاست ناو ديت ماضي بسيط، ماضي بسيط يعني انفينيتيف بلس اي دي او باست سيمبل، المقصود بيها التصريف الثاني، التصريف الايه التاني. الصبورة هتتغير ان شاء الله قريب، والاصوات الجميلة دي ما عادش ايه، ما عادش هنسمعها تاني. He not from outside، he not from outside، هنقوله he has just come ولا just come ولا just has come ولا has just come. انا لسه قايل ان كلمة just في المضارع التام بتيجي بين have و has والتصريف التالت، يبقى الاجابة الصحيحة ايوه اللي هي has just come، has just come. خلي بالك من دي، طبعا ما تنفعش just come اصلا، لان دي اصلا مصدر حتى مش تصريف تاني، كنا قلنا مثلا تنفع ماضي بسيط ولا كده، لا ما تنفعش. وهنا طبعا just مكانها مش بعد ها، مش قبل have و has، وطبعا just مش بعد طبعا التصريف الايه التالت. طيب الجمله هنا الاخيره بتقول لي he not just now، ها يبقى هنا هنقول ايه، have left ولا left ولا have been leaving ولا leave. انا قلت جاست ناو ديت ماضي بسيط، والماضي البسيط مصدر اي دي او التصريف الثاني، التصريف الثاني هو هنا كلمه ايه، كلمه ليفت. فاضله جزئيه بسيطه جدا هنعملها بعد ما نمسح السبوره. الحته اللي جايه معايا ديت شغل اعدادي، بس هي طبعا مهمه جدا وممكن تجي لك في الثانوي، اللي هي هاف جون تو وهاف بين تو وهاف بين ان او ات. طبعا احنا عارفين المعنى بتاعهم، دي معناها ذهب، دي معناها ذهب لمكان جن ولم يعد، استقر فيه، قعد فيه، راح وما رجعش. have او has been to ديت ذهب وعاد، ذهب وعاد. انما have been in او at ديت اللي هي طبعا معناها مقيم في المكان، مقيم دي معناها مقيم في المكان، مقيم في المكان. يلا بينا من خلال معاني الجمل دي نشوف الإجابات الصحيحة. الجملة الأولى بتقول he not to Luxor and he bought a house and lived there. خلاص، هو إيه إلى لوكسور واشترى بيت وقعد هناك. الجملة طبعا هنا واضحة قوي، هنا ذهب وعاد ولا ذهب ولم يعد، هتبقى طبعا هنا ذهب وإيه وعاد، سوري ذهب ولم يعد هتبقى has gone، هتبقى has gone to Luxor، has gone to إيه، to Luxor.
منى نقط تو أثينز. أثينز اللي هي أثينا عاصمة اليونان. She is now in Alexandria. هي دلوقتي في اسكندرية. ها هنقوله راحت أثينا وما جاتش ولا راحت ورجعت هي دلوقتي في اسكندرية؟ طالما في اسكندرية تبقى راحت ورجعت يبقى منى إيه؟ منى has gone ولا has been ولا will be ولا have to be؟ أيوة اللي هي has been اللي هي has إيه؟ has been. آخر مثال معايا هنا بيقول لي هي نقط in Luxor for a long time. It's his place of birth. خلاص؟ لوكسور ديت محل ميلاده. محل ايه؟ محل ميلاده. طالما محل ميلاده يبقى طبعا ده راجل مقيم فيها. وبعدين هنا حاطط لي ان، وبعدين هنا حاطط لي ايه؟ ان. فاحنا قلنا هاف او هاز بين ان اوقات، ان او ايه؟ اوقات. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هاف جون ولا هاز جون ولا هاز بين ولا هاز تو بي؟ على طول بناخد ايه؟ بناخد بين. على طول بناخد ايه؟ بين. ده بالنسبة لشرح الجزئيات المهمة اللي احنا طبعا ايه ما خلصناهاش في المضارع التام. في نهاية الحلقة دي يا رب تكونوا استفدتوا منها، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له طبعا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.